بنتي ملاك عمرها 8 سنين، من فترة ضربت عينها، وعلى أثر الحادث اللي صار معها صار بدها زرع عدسة. زرع العدسة بيكلف تقريبا شي 2000 دولار، وما بتنعمل إلا بالمشفى التخصصي للعيون أو بالجامعة الأمريكية. أنا من فترة روحت عيني بشيت كهرباء، ولا ما بقدر أشافيها بالعين اليمين. أنا زعلانة لأني روحتها، وهلأ لازم أعمل لها عملية. مفروض عمليتها تنعمل خلال شهر، وخلال هيدا الشهر أو أقل هيدا العملية إذا ما انعملت حيصير في عندها كسل بالعين، وحيصير عندها كتير مشاكل بالنظر، ويمكن لا سمح الله لا سمح الله إنه تفقد نظرها. يعني البنت يعني بعدها صغيرة، حرام إنه من أول عمرها تقضيها إنه تبطل تقشع بعينها. أنا لو بقدر إنه روح أتبرع لها أنا بعيني بصراحة بتبرع لها، ما عندي مشكلة. بتمنى من الجهات اللي قادرة إنه تساعد ما تأثر بهيدي المسألة. أنا بدي أعمل عملية لعيني مشان أقدر أشعر فيها مثل باقي الأولاد.